أخبار اليوم. أنا مشتركة النهاردة في مبادرة إذا بتحبي اتعلمي إزاي تحميه اللي قايمة بيها دكتورة مي سعد ومجموعة بالدكاترة معانا النهاردة، عايزين يعملوا زي توعية للمجتمع في كذا مجال من مجالات الطب. النهاردة أنا دوري هشرح حتة خاصة بموضوع حماية الطفل من التهرش. أنا اختصاصي طب نفس أطفال ومستشارة أسرية، فبشوف بيجيلي حالات أطفال بتتعرض لتهرشات وعايزة أنصح الأهالي يعملوا إيه علشان يحموا الطفل من التهرش. أول حاجة هنقولها النهاردة إن التهرش اللي احنا خايفين منه في الشارع ده، إن الطفل يتخطف أو يغتصب أو كده، دي نسبة أقل بكتير من نسبة التهرش اللي بيحصل للأسف في وسطينا، في عائلاتنا، في المدارس. أنا عشان أحمي الطفل من أنه يتخطف، دي حاجة أن أنا أخلي بالي منه كويس قوي وما سيبوش في حتة ما عرفهاش. لكن مشكلة التهرش النوع التاني، أنا بحب أسميه النوع الخبيث، أنه هو بيبقى في وسطينا. يعني ممكن يبقى حد من العيلة، حد بتحبيه جداً، وده اكتشفوا ان هو عملوا دراسات في امريكا سنة 2013، لقوا ان التحرش الخبيث ده نسبته قرب 93%، يعني من حالات التحرش بتكون من النوع ده، حد حواليكي، حد انت فاكراه كويس جدا وبيقعد يضحك على الطفل ويقنعه ان هو صاحبه ويلعب معاه حلو قوي، وبعدين في الاخر يعمل معاه حاجة زي كده. فده أخطر نوع، لأنه بيبقى حوالينا وفي وسطينا وإحنا مش حاسين بيه. طيب إزاي أحمي بقى الطفل من الموضوع ده؟ لأنه ممكن يحصل من مدرس، ممكن يحصل من حد في العيلة، ممكن يحصل من أقرب الناس، ممكن حتى يحصل من ناس أنتي ذو ثقة وذو دين وأنتي واثقة فيهم، وللأسف هم عندهم المشكلة دي. طيب يبقى أنا لازم أعلم الطفل نفسه إزاي يحمي نفسه وإزاي يجي يقولي على طول. أولا بصلح علاقتي بيه بحيث ما عودش أضربه وهينه طول اليوم، فهو عمره ما هيجي يحكي لي حاجة. التحرش النوع الخبيث ده عمره ما بيحصل فجأة، يعني هو المتحرش بيقعد يحضر الطفل فترة طويلة. فلو انت علاقتك بطفلك كويسة مش هيتعرض لكده، لأنه هيجي يقولك على طول مثلا عمه ده قال لي كذا، فانت هتتعرفي على طول ومش هتعرضي الطفل للراجل ده او للمتحرش ده. فاول حاجه علاقتي بابني انها تبقى كويسه، او بنتي، لان بيحصل برضو تحرش بالاولاد للاسف مش بس البنات. وبعد كده اعلم الطفل بقى ازاي هو عنده مناطق خاصه في جسمه محدش ينفع يقرب منها، بس الموضوع ده لازم اعمله بطريقه صح، وإلا الطفل هيؤدي إن الطفل يبقى هو نفسه عنده فضول عن الموضوع ويروح مثلا يكتشف أصحابه. فمثلا لو قلت لابنك ما تبصش على حد بس بطريقة مغرية جدا، هيروح يحاول يبص يشوف أنت عايزاه ما يبصش على إيه. فلازم ناخد رأي استشاري ويقول لنا بالظبط نحضر الطفل إزاي، أو نشترك لابننا في برنامج من البرامج دي، بحيث ان الطفل يقدر يحمي نفسه من التحرش هو نفسه، مش لانه زي ما قلنا النوع ده، النوع المتحرش الخبيث ده بيبقى في وسطينا، والحل الوحيد ان الطفل نفسه يحمي نفسه ويقول على طول ويقول لاهله على طول. فيا رب النهارده نقدر نوعي الناس للموضوع ده ونحمي اطفال اكتر. مي سعد الدين، استشاري اطفال في مستشفى بوريش. احنا عندنا لقينا ان احنا بنواجه مشكله كبيره قوي في الوعي، مش بس ان الناس مش عارفه، لا كمان ان في اشاعات بتطلع كتيره بتبوظ، يعني بتخلي الام تعمل تصرفات غلط كمان ممكن بيها تاذي طفلها. فاحنا لقينا ان احنا محتاجين نعمل شانلز كذا حاجه نتواصل بيها مع الام عشان نزود الوعي بتاعها ده. ابتدينا اول حاجه عن طريق السوشيال ميديا، وبعد كده ابتدينا نحس لا احنا محتاجين تفاعل لايف مع الامهات عشان يبقى في اي اسئله. الفكره بدات احنا كان في اليوم العالمي للطفل بيبقى بنحتفل بيه في شهر 11، فقلت ان احنا ممكن نعمل مبادره اللي هي اذا بتحبيه زي تهتمي بيه، يبقى يوم نعمله للتوعيه للطفل.
بس الفكره ان احنا نخلي كل شهر 11 ده يبقى شهر التوعيه للطفل، تبقى كل المجلات وكل الصحف وكل الجرايد والتلفزيون بيبقى بيحتفل باليوم العالمي للطفل ده ويوم التوعيه ده. يعني احنا نفسنا ان كل يعني ان يعني المبادره دي تكون سبب ان تخلي يبقى في مشاركات كتيره من كل وسائل الاعلام، تنزل نصايح، تنزل اشاعات، حاجات بتبقى اشاعات غلط نصلحها، حاجات مفيده في التغذيه، في صحه الطفل النفسيه، صحه الاسنان، حاجات عن الرضاعه الطبيعيه واهميتها، لان للاسف بقت الناس كتير مهمله دور الرضاعه والرضاعه الطبيعيه بالنسبه للطفل. فعشان كده عملنا الايفنت ده، وان شاء الله هيبقى فيه يعني نخبه من الاطباء الاستشاريين، في دكتور عمرو حسن استشاري امراض النساء، في دكتوره منى يسري استشاري نفسي اطفال، وفي دكتور محمد ابو ريه اسنان. فان شاء الله يعني نبقى بندي معلومات صحيحه ونصلح الحاجات اللي ممكن تبقى غلط. وغير بقى الجزء الطبي عاملين جزء ترفيهي كده للاطفال، زي يعملوا باستئصال الاكل الصحي، في شو للعرايس يعلمهم برضو حاجات هيلثي، الحاجات الصحيه الكويسه، عاملين كالرينج بوكس، كتب تلوين برضو بتاكد نفس الفكره. يعني عايزين نعلمهم بس بطريقه لايت عشان الاطفال تحب الايفنت وتبقى هي كمان مستنيه من السنه للسنه.